تضامن أي فنان أو أي حد من المشاهير مع غزة وأهل فلسطين في ظل حرب الإبادة اللي بيتعرضوا ليها دايماً حاجة بتزيد من احترام الجمهور أو المتابعين للشخص ده، رغم بساطتها وقلة تأثيرها في ظل الواقع الصعب اللي كلنا عارفينه. لكن الغريب إنه تظهر أصوات في بلد عربي تهاجم فنان لأنه عبر عن موقف مبدئي زي ده بجمل بسيطة لا تحمل أي رسائل خفية أو أهداف تانية. الفنان محمد إمام اتعرض لهجوم غير مسبوق من لجان إلكترونية سعودية بعد توجيهه رسالة تضامن مع أهل فلسطين خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز فنية بموسم الرياض، واللي قال فيها: في حاجة أخيرة عايز أقولها يمكن تبقى بره نطاق الحفلة النهاردة، تحياتي للشعب الفلسطيني البطل، أنتوا في القلب وعمرنا ما هننساكوا أبداً. الجملتين دول كانوا سبب فتح نيران الهجوم السعودي على نجل الفنان عادل إمام واتهامه بالمزايدة والنفاق بل وبالإساءة كمان لصورة السعودية. الهجوم على محمد إمام اعتبروا البعض إحراج للسلطات السعودية اللي أصرت على تجاهل الإبادة اللي بتحصل لأهل غزة وجريمة تجويع شعبها ومحاولات كسر إرادته، وأصرت على إقامة مهرجاناتها الفنية وحفلاتها الغنائية، بل وأصرت كمان على عدم إعلان وقف التطبيع مع الاحتلال بشكل نهائي، واكتفت بأنها عطلته لحين انتهاء الاحتلال من حرب غزة. لكن مش دي المرة الأولى اللي تصريحات فنان مصري عن اللي بيحصل في غزة تثير الجدل في السعودية، لأن الفنان محمد سلام بالفعل أثار حالة مشابهة بموقفه الشجاع اللي رفض فيه المشاركة في مسرحية بموسم الرياض في ظل اللي بيحصل في غزة، واللي تسبب كمان في تعرض الفنان بيومي فؤاد لأقوى هجوم في تاريخه الفني بسبب إعلان ومشاركته في المسرحية دي وهجومه على زميله محمد سلام لعدم مشاركته فيها. لكن تفتكروا هل في أسباب تانية ساهمت في موجة الهجوم على محمد إمام؟